طيب زي ما اتفقنا يا ولاد، لو عايزين نقارن بين تو سترينج فهنحط ايكوال النوت ايكوال عشان اقارن هل السترينج ده لا يساوي السترينج ده. لو عايز اشتك على اتشك على السترينج هو فاضي ولا لا، عندي داش زد والداش ان. الداش زد ده هتديني سترينج لو هيبقى لو الكونديشن ده هيبقى بترو، لو اللينس بتاع السترينج ده بزيرو. لا عايز تقارن بين ارقام فالداش اي كيو داش ان اي نوت ايكوال داش جريتر زين وهكذا. قال لك برضك بديك شويه اوبشنز حلوه لطيفه تعمل بيها كونديشن داش ايه الاند الاند كونديشن الداش اول اور اوبريتور الداش اف والداش اتش والداش ار والداش دبليو والداش اكس. ده حاجه لطيفه. ايه قال لك انت ممكن تيجي كده يا اولاد وتعمل داش اف وتسأل هل في فايل موجود احنا عندنا في فايل في ميوزك. عندنا فايل اكس. حلوه الفكره دي. طيب هل بتسأل كده سؤال يا اولاد، الداش اف دي بتديك ترو لو الفايل ده موجود عندك على العنوان ده. طيب فانت كده سالت قلت له هو في ميوزك حاجه اسمها فايل، راح قال لك فولس مفيش. ليه؟ لان في فايل اكس. تعالى نسال هل في فايل اكس ولا لا جوه ميوزك. فالداش اف ده ان في فايل موجود على السيستم بنفس الاسم. طيب لو احنا سالنا على الداش دي الدايركتري هيقول لك لا مفيش دايركتري بهذا الاسم في ميوزك. طب لو قلت له هل في دايركتري اسمه تيست هيقول لك بترو. طب ممكن تسأل على الاكزيست بقى سواء فايل او دايركتري من غير ما يتشك هو ده نوعه فايل ولا دايركتري. هل في حاجه جوه ميوزك اسمها تيست؟ هل في حاجه جوه ميوزك اسمها فايل؟ طب فايل اكس بغض النظر عن هو دايركتري ولا فولدر. وصل كده يا اولادنا؟ فعندك الداش اي الداش دي الداش اف الداش اكس والداش ار والكلام ده انت بتتشك هو ريدابل ولا اكسكيوتابل ولا ايه. فاهم؟ طيب لغاية هنا زي الفل. تعالى بقى ناخد example script نبتدي احنا نبتدي نشوف افكار نتعامل معاها. طيب علشان تعمل if condition، ال if condition يا ولاد يا بتعمل if بعد كده بتقول زن وتقفل ال if دي ب if i او if else او if else. تعال نشوف الكلام ده احسن يعني كتابة. ادي الكتشر 2 نفتح كود بلوكس هنا سوري فيجوال ستوديو كود. طيب خلينا نعمل ده كده كومنت. طيب قالك انت ممكن تعمل هنا ريت داش بي انتر النيم وتخزن الفاريبل ده في نيم القيمة دي في نيم وهتسأل عليها هل النيم بي ايكوال مينا. قالك الاف بقى بتقول انت هنا زين. حلو كده اولاد.
وبتقول مثلا ايكو ان ده البيج بوس. حد متضايق كده اولاد؟ يبقى انت بتقول اف بعد كده سبيس بعد كده سكوير براكت وسبيس هنا على اليمين وسبيس هنا على الشمال بعد كده تحت زل بعد كده بتقفل الاف باف اي. لو عملت لكتشر كده يا اولاد 2.sh هيقول لك دخل الاسم، لو دخله مينا بيج بوس، لو دخلت اي حاجه تانية غير مينا هيطبع فاضي. حلو. ممكن يا اولاد اخد الزن دي احطها جنب السكور براكت بس بشرط احط سيمي كول. وصلت كده؟ حد كده متضايق؟ لا تمام. طيب زي الفل. لاحظ ان هنا مفيش كل براكت مفيش اي حاجه. لو انت عايز تاخد بقى الكلام ده بكونسبت الاف والالس هيبقى اف وطبعا الزن بتاعتها الس وايكو ده نورمال يوزر. واحد شحاي ادي مينا عالي مثلا نورمال يوزر صح؟ طيب طبعا يفضل ان احنا نشتغل على التو سكوير براكت الطف شويه يا اولاد صح؟ فيها فيتشرز كتير. طبعا انت ممكن بقى تعمل كده فاكر كان السكوير براكت بيتشال جوه الدبل كوتيشن ولا لأ؟ بيتشال بيتلغي تأثيره فخلينا نعملها كده أحسن. طبعا كده دخلت منها كلها كابيتال ماشي، دخلت منها كلها سمول ماشي، دخلت في النص كابيتال نص سمول وعملت ريجكس. لو جالك ام سمول او ام كابيتال، اي ان اي سمول او اي كابيتال، ان سمول او ان كابيتال وهكذا. وصل كده اولادنا؟ طيب لو عايز اعمل اف و الس اف فانا بعمل اف بعد كده هعمل الف، وطالما في كونديشن يا اولاد هيبقى في زن بعديها بعد كده الس. فنفرض مثلا عشان الوحدة الوطنية لو كان الاسم بأحمد فنقول بيج بوس 2. ارجع اقول تاني يا ولاد مش لازم نحط الكلام بالدبل كوتيشن، باي ديفولت ان الكلام ده سترينج بيج بوس 2. لو كان اي حاجه تاني غير مينا واحمد يبقى الراجل ده شحات على السيستم. مينا بيج بوس، احمد بيج بوس 2، علي مثلا نورمال يوزر. انا طبقت الاف والالس اف والالس. عند كده متضايق يا ولاد؟ كده ان احنا بناخد الانبوت كله من الريد صح كده؟ تمام. طيب تعالى بقى لو انا عايز اخد كوبي الفايلين، اخد كوبي من فايل واوديه لفايل تاني، فايه رايك ان انا هعمل مثلا هنا اف كونديشن؟ اول حاجه هعمل اف كونديشن يا ولاد على الـ number of arguments، لازم أتأكد إن هو بـ equal 2، سوري equal equal 2. طيب أنا ممكن أعمل كده يا أولاد أو أعمل كده صح؟ بدل الـ two parentheses دول two square bracket، وبدل الـ equal equal يا أولاد أعمل داش EQ صح كده؟ دي صح ودي صح. حد متضايق؟ بعد كده هاخد الداتا بتاعت الارجمنت الاولاني واوريها اوديها ريدايركشن على الارجمنت التاني صح كده؟ هاي يا ولاد. ايكو طيب
فانا دلوقتي يا اولاد لو عملت لكتشر 2.sh واديت لها الاولاني، اديتها الارجمنت الاولاني باسورد، حلو كده يا اولاد، واديتها الارجمنت الثاني ميوزك مثلا اولد باسورد، لو انا المفروض دلوقتي رحت عملت كات الميوزك اولد باسورد، هنلاقي بقى في فايل باسورد ولا لا يا اولاد. فانا كده اخدت كوبي من الفايل من الارجمنت الاولاني حطيته في الارجمنت الثاني، صح كده ولا لا؟ طيب هو ممكن الارجمنت الاولاني يا اولاد اليوزر يدخله لي فولدر ولا لا؟ ممكن يتلخبط صح؟ فانا عايز اتاكد الاول يا اولاد ان هل الارجمنت الاولاني ده فايل موجود عندي على الجهاز اصلا؟ معايا يا اولاد الكلام ده مهم، ها من اول هنا الجد اصلا. اللي مش هيفهم ده مش هيعرف يحل حاجه في اللاب. طيب هل الارجمنت الاولاني يا اولاد هو فايل موجود عندي على الجهاز؟ افرض الراجل دخل لي فايل مش موجود اصلا، هاخد هعمل كات لحاجه مش موجوده، هيضرب ايرور صح كده ولا لا؟ فانا بساله هل الارجمنت الاولاني ده فايل موجود عندي على الجهاز؟ لو اعمل الكات وتمام. ممكن اعمل له ايلس وراح اعمل له ايه هنا، هقول له سوري كانت فايند فايل او سورس فايل. هي اول اف دي كده المفروض هتعمل ايه يا باشمهندس؟ معلش هتتاكد ان عدد الارجمنت 2 انها مديها 2 ارجمنتس. تمام، يعني انا عايز افرض انا رحت دخلت لها ارجمنت واحد بس، يعني افرض دخلت السكريبت بتاعي لكتشر 2.sh دخلت السكريبت بتاعي 1 ارجمنت، فهل كده هيخش في الافه دي؟ لا هيخش في الايرور ارجمنت صح كده ولا لا؟ تمام. طيب افرض اديته 3 ملفات، انا عايز بس 2 ملف صح، انا عايز اخد كوبي من فايل وادي فايل تاني. طيب بس انا قلت لكم كده يا اولاد، افرض انا رحت مدخل له سلاش تي سي سلاش باسورد 3 اسات، هل الفايل ده موجود اصلا يا اولاد؟ لا مش موجود. فالمفروض يضرب لي ايرور ويقول لي سوري كانت فايند سورس فايل صح كده؟ حد كده متضايق يا اولاد؟ حلو. طب لو قلت لك خد مجموعه من الفايلات، خد مجموعه من الفايلات وحطها لي في فولدر، فانت كده عايز تاخد عدد من الارجمنتس كتير انت مش عارف عددهم، وعايز تبقى اخر ارجمنت هو دايركتري صح كده ولا لا؟ هيا اولاد، فانت عايز بقى تتاكد كده اولاد، هتعمل ايه في كونديشن ان العدد الارجمنتس نوت ايكوال زيرو، طول ما عدد الارجمنتس ما بيساوي زيرو تمام. وهتروح عايز تتاكد ان اخر ارجمنت بالنسبه لك هو دايركتري موجود عندك صح كده ولا لا؟ بعد كده هتعمل سي بي علامه الدولار استريك. ليه سي بي علامه الدولار استريك بالراحه؟ تعالى واحده واحده كده، تعالى نجرب الكلام ده. لو ما كانش اخر ارجمنت دايركتري هتقول له سوري كان find التارجت دايركتري. تعال نجرب كده اولاد، انا مثلا عايز اخد سلاش اتش سي سلاش باسورد كوبي، وعايز اخد من ميوزك فايل اكس واحطهم في ميوزك تيست.
أسألكم بقى سؤال يا أولاد، لو أنا أخذت الأرجمنتس دي كده هي كده كلها كوبي وحطيتها هنا، مش كده السي بي تشتغل؟ ها يا أولاد بقى تشتغل. صح، هو بياخد أول فايلين وديهم على آخر أرجمنت. صح. فالداتا كلها دي، الداتا كلها يا ولاد اللي هي بتاعت كل الارجمنت موجودة فين؟ في الدولار استريك او الدولار اد، صح كده؟ مش احنا متفقين فوق ان الدولار استريك او الدولار اد فيها كل الارجمنتس، صح كده ولا لا؟ فانت عايز تعمل كوبي لكل الارجمنتس دي، بس بشرط ان انت تتاكد ان اخر ارجمنت هو دايركتري، صح كده ولا لا؟ صح. حال طب واحد يقول لي افرض يا باشمهندس مينا دخل لي في النص، مش دخل لي حاجه مش فايل، هقول له اه ماشي الاكزامبل بتاعك هيفشل اللي احنا بنعمله دلوقتي، بس هقول لك حل وبكره هنكمل الحل بتاعها. هتقول لي بقى انا كده عايز الف على عنصر عنصر هو بيديهوني واتاكد هو فايل ولا لا، وفي الاخر اتاكد ان اخر حاجه دايركتري، صح؟ بس احنا لسه ما عرفناش ازاي نلف ونعمل فول لوب، صح؟ فخلينا بامكانياتنا دلوقتي. لو احنا عملنا كده يا اولاد، تعالى بقى نروح نشوف تيست جوه ميوزك قبل ما نعمل ران السكريبت بتاعنا. تعالى نمسح الكلام ده كله. قبل ما هنعمل ران السكريبت بتاعنا يا اولاد، ضرب لنا ايرور. ضرب لنا ايرور فين؟ تعالى نشوف الايرور اللي صح. فين؟ لسطر 72 في دي. طيب تعالى ناخدها كده في حتة نعمل لها ايكو ونشوف هي هتشتغل ولا لا. خلينا نعمل ده بس كده كومنت. مش شغالة ليه بقى؟ مش شغالة يا ولاد. واحد مش كنا لسه مشغلين من شوية. ممكن عشان يكون الاسبيس اللي هنا ولا. تعال نجرب كده. يس. خلي بالك الباشا يا شباب كسر لسه في السبيسز، ها؟ زي ما البايثون كيس سنستيف للايدنتيشن التابس يعني. طب خلينا نجرب كده يا ولاد. تعالى بس قبل ما نروح كده نشوف الفولدر هو فاضي. هنلاقي انه خد لي فايل اكس وباسورد يا ولاد كوبي، صح كده ولا لا؟ تمام. طبعا انت بقى لو السكريبت بتاعك ممكن يضرب امتى؟ لما انت بقى هنا دلوقتي يا ولاد تروح مدي له فولدر كمان معاك، تقول له خد لي بقى كوبي كمان لميوزك او دوكيمنت، صح؟ فانت كده اديت له 3 ارجمنتس، اول 2 ارجمنتس فايل وثالث ارجمنتس دايركتري، وقلت له حطهم لي في تيست. فانت جيت بصيت على اخر واحد لقيته فولدر فعلا، بس هيقول لك انت محتاج تحط سي بي داش ار. احنا ممكن نريح دماغنا ونعمل سي بي داش ار هنا كده مؤقتا، ولو كده شغلنا وانا دوكيمنت فيه حاجات كتير ولا ايه؟ تعالى كده نجرب. وانا دوكيمنت فيه حاجات كتير. ده فيه ملفات زوم وحاجات قصص. تعالى نشوف تيست كده. معلش ثواني بس يا شباب، عشان تيست كان دوكيمنت كان فيه حاجات كتير جدا، عشان بس ما يعملش الابلكيشن للمساحة عشان فيه ريكوردات زوم وحاجات. تعال ناخد اي حاجه تانية غير الدوكيومنتس. خلينا ناخد مثلا بيكتشرز. فلاقي ان هو فعلا خد بيكتشر كوبي وفايل اكس وباسورد. وصل كده يا اولاد وتحيلنا على الموضوع. طبعا لو انت بقى عايز تتاكد ان دول كلهم فايلات، هتضطر تلوب على فايل على اليمنت يا هندسه، وتعرف هو فايل ولا لا،
وبعد كده تتأكد ان اخر element هو direct. ولكن احنا كده اتحايلنا على الموضوع. طبعا لو اخر حاجة اديتها له ما كانتش directory مثلا، كانت file x مثلا، هيضرب لك error ويقول لك sorry can't find the target directory، ان اخر element ده كده مش عارف الاقي الدايركتري ده، صح؟ حد طيب فاهم حاجة ولا؟ انا كده اول اف ديت بتشيك اذا كان في argument ولا لا. صح. فانا عايز افرض انا رحت عملت رنيت الكوماند من غير arguments اصلا، مش هيرد. تمام. صح؟ والاصح بقى، والاصح هندسة، طالما انت عايز تطبق كوبي، طالما انت عايز تطبق كوبي، ان تتاكد ان الارجمنت اكبر من الواحد اصلا، صح كده ولا لا؟ بالظبط. يعني ده المنطقي، يعني ده اللوجيكال، لان انت هتاخد كوبي ازاي وانت يعني هينفع تاخد كوبي الارجمنت واحد تحطه فين، لا ما ينفعش. صح كده؟ بالظبط. بعد كده ببتدي اسال ال last element عندي او last argument دوت اذا كان directory ولا لا. لو كان دايركتري هتبتدي تاخد بقى كل الارجمنتس وتنقلها. فعشان نحل مشكله لو كان الارجمنتس فيها دايركتري في النص، فممكن نعمل سي بي داش ار، طيب تمام. وكده كده الدولار استريك هتاخد كل الارجمنتس بما فيهم اخر ارجمنتس، صح كده ولا لا؟ تمام. احنا يعني كل عايزين الداش ار دي عشان الفولدر او عشان الديسك. لو جه علشان لو جه في النص دايركتري بالغلط. تمام. حلو. طب لو انت بقى مش عايز تمنع ده، لازم تلف على element element، صح؟ على argument argument. فعايز لو كومبوند اس واحد بقى، واس اتنين واس تلاتة اللي هو الدولار 1 1 والدولار 1 2 والكلام ده. عامل فور وعامل اس اوف اي زي ايوه امبارح. بالظبط. بالظبط. بس احنا مش عارفين لسه الفور، فاهم؟ الفور لا جوه لا الباش. ما خدناهاش لسه. فعشان كده بس بنتحايل على الموضوع. انا هاخدها بكره ان شاء الله. حلو كده يا اولاد التو اكزامبل دول. تعالى ناخد اكزامبل كمان. تمام يا باشمهندس. طيب ناخد تو اكزامبلز كمان ويبقى خلاص. كفايه لغايه هنا. ممكن نعمل ايه يا اولاد دلوقتي؟ ممكن نساله سؤال، نقول له تعالى لو انا اديتك arguments، لو انا اديتك arguments تعمل لي سي دي عليها، لو ما اديتلكش arguments اعمل لي سي دي على الهوم. فهنسأل نفسنا سؤال، لو كان الدولار هاش عدد الارجمنت بي ايكوال ايكوال واحد، ماشي. وممكن نعمل الف، لو كان الارجمنت اكبر من واحد نضرب له ايرور، نقول له لا انت المفروض تعمل واحد بس، ونقفل الاف، ونقفل الاف يا ولاد. طيب لو كان الارجمنتس واحد بس هنعمل سي دي على الدولار 1، صح؟ لو كان اكبر من واحد فاحنا كده هنعمل سي دي على ايه؟ باكتر من ارجمنتس، هنعمل ايرور، ايرور ان ارجمنتس، ايرور في الارجمنتس اللي انت مدخلها، else اعمل سي دي على الهوم. حلو كده يا ولاد. يبقى انا دلوقتي تعالى بس نعمل كمان هنا بي دبليو دي هنا، ونعمل بي دبليو هنا، بي دبليو دي هنا. لو انا رنيت السكريبت بتاعي كده يا اولاد، راح للهوم، صح؟ طب لو انا اديته ميوزك، راح للميوزك بس راح في التيرمينال بتاعتي. هو طبع لي بس البي دبليو دي، صح؟ بالضبط. طب عشان اثر في البيرنت اعمل ايه؟ هبصيله من السي دي، هبصيله الانبوت اللي هو سورس. دخله. لا يا اولاد احنا اتفقنا، ما احنا كده كده اهو، ما انا ده الارجمنت الاولاني اهو، تمام. صح؟ لا اعمل سورس، اعمل سورس علشان التغيير بتاع السي دي ما يحصلش في الشايلد ويحصل في البيرنت، تمام. صح كده ولا لا؟ طيب انا ممكن كمان اعمل حاجه تانية زياده، اعمل اف كونديشن هنا يا هندسه، لانه ممكن يدخل لي فايل، صح؟ لازم اتاكد ان ده دايركتري موجود عندي عشان اعرف اعمل سي دي عليه، صح كده ولا لا؟ تمام. يبقى لازم اعمل اف هنا جوه صغيره،
هل الارجمنتس الاولاني الدايركتري موجود عندي؟ الالس اعمل له ايكو هنا اقول له نوت دايركتري. ده هي الاف يا باشمهندس بعمل لها اي براكتس يعني اقواس بعديه عشان تقرا، ولا هي بتقرا اللاينز اللي بعديها كلها؟ لا بتقرا اللاينز بعدها كلها. تمام. لو انا عملت فايل اكس كده يا اولاد هيقول لي نوت دايركتري، يعني ده فايل صح مش دايركتري، صح كده يا اولاد؟ طيب اخر حاجه يا اولاد، افرض انا دلوقتي قلت لك لو دخلت لك argument واحد اعمل لي ls على الارجمنتس ده حلو، لو ما ادتلكش argument تعمل لي ls على الهوم. طيب بس انا لو اديتك ممكن اقول لك ايه، لو اديتك argument مثلا equal equal واحد طيب خلينا نشتغل بالاوبشن احسن. لو انا اديت لك argument واحد هعمل لك if condition كده، لو كان الارجمنت الاولاني بي equal equal يا اولاد داش ال مثلا، يبقى هنعمل ايه؟ ال اس داش ال مثلا، حلو كده؟ ال مثلا دولار 1 لو كان بي ايكوال داش اف، نعمل هنا الس ال اس داش اف، وصلت وهكذا يعني. حد كده متضايق؟ فاحنا كده هناخد argument، الارجمنت ده هيكون اوبشن بالنسبه لنا. حلو، طبعا مش لازم هنا تو ايكوال لان هنا بنشتغل على string، ويفضل ان احنا نشتغل بالتو سكوير. تعال نجرب، فانا هعمل ls يا اولاد application 2 واديها هنا داش ال مثلا يا اولاد، وراح اعمل لي ls داش ال. لو عملت داش اف مثلا هيعمل لي داش اف، اديتها اي حاجة تاني مش هتعمل اي حاجة. ممكن تروح عامل هنا else وتكتب له not support option. تمام كده اولادنا؟ طب انا ممكن يا باشمهندس مثلا اخد اللي هو لو دخل اي حاجة تانية حطها في variable وخليه ان هو يعمل ls ال variable ده؟ انت هو كده 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 موجوده جوه فاريبل هيعمل ls. انت عايز يعني يبقى تو ارجمنت لا يعني يعني كده؟ مثلا هو دخل داش دي، فداش دي ديت احطها له في ال else مثلا ان هو يروح جاي مخزنها في variable، واعمل ls لل variable بقى اللي هو عمله ده، لو الداش دي يعني قصدك؟ اللي هو بحيث لو دخل اي اوبشن يعمل ده يعني ال اس للاوبشن ده. ماشي، ما انت مش محتاج تغسلنا فاريبل لان هي كده كده موجوده في الفاريبل، ما هي موجوده في الدولار 1 صح؟ مش انا لو عملت ال اس دولار 1 هيبقى هو هي دي برضك او اي حاجه انا بدخلها صح كده ولا؟ يعني لو عملت كده هتشتغل عادي. لو انا مثلا ال اس داش اي قال لي نوت سبورت اوبشن اللي هي دي، وبعد كده الداش اي متخزنه في الدولار 1 كده كده، فاهم قصدي؟ تمام شو انت فاهم قصدي؟ بس طيب انا احنا كده خلصنا النهارده يا ولاد. عايزين نحل اللاب. اللاب يا ولاد كل الاسئله علينا ما عدا حته في السؤال رقم 6 بونص. 7 و8 معانا، 7 و8 مش بونص، 7 و8 معانا. وصلت؟